إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. بص، يعني نصر أكتوبر ده بخلاف ان هو ملحمة مهمة جدا 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 جدا، وانا من الناس اللي مؤمنة بانه مش مجرد نصر عسكري بس قام بيه الجيش المصري، لكن تأثيرات ما قام بيه الجيش المصري على المجتمع الاسرائيلي تأثيرات لا زالت موجودة لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي، ويمكن ليها حديث اخر. لكن اكتوبر بدأت من ايام حرب الاستنزاف، وحرب الاستنزاف بدأت فورا بعد يونيو 67. يعني خلي بالك، هو الجيش ما وقفش مكتوف اليد وبيبص حواليه اطلاقا، بدأ العمل فورا. خليني ارحب وبشدة وليا كل الشرف من احنا معانا سيادة اللواء نصر سالم، احد ابطال الحرب ورئيس جهاز الاستطلاع الاسبق. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ يوسف، ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله. يمكن أنا جزء من الكلام اللي كنت بقوله أنه الحرب عمليا أو هذا النصر بدأ من أول ما بدأنا الاستنزاف، صح؟ بدأ من يوم 5 يونيو 67. من يومها؟ يومها. إزاي يا فندم؟ أقول لك، إحنا اللي حصل في 67 زي ما الرئيس السادات رحمة الله عليه قال أن القوات المسلحة كانت ضحية من ضحايا النكسة ولم تكن أبدا سببا من أسبابه. اللي حصل إن جيش خد أمر بالانسحاب قبل أن يرى العدو اللي راح يحاربه، يعني مجرد قوات الجوية الإسرائيلية عملت الضربة بتاعتها، قائد العام للجيش وقتها الله يرحمه عبد الحكيم عامر، حصل الكلام ده، هو في الطيارة نزل خد قرار بسحب الجيش وود أوامر فعلا بسحب الجيش من سيناء. ناس رجعت ما تعرفش رجعت ليه، تمام. يوم 9 يونيو 67 كان آخر دبابة وآخر مركبة لنا بتعبر القناة ورجعت، وتم نسف المعابر اللي قواتنا ارتدت عليها أو عبرت عليها للغرب خشية أن أي قوات إسرائيلية تعدي وراها، تمام. الحالة طبعا كانت ضبابية، الكل مش عارف إيه اللي حصل. طب احنا بننسحب ليه؟ احنا لسه ما حاربناش. إشارة المجموعات استطلاع اللي هي تبع القوات اللي انسحبت، يعني أي تشكيل فرقة أو لواء من القوات المقاتلة دي ليها عناصر استطلاع زي ما ليها عناصر مقاتلة زي ما ليها عناصر معاونة. الاستطلاع ده شغلته إن هو بيبقى مجرد ما فيه اشتباك بالعدو بيبقى بينفصل عن الجسم القوى الرئيسية بتاعته، وشغلته ان هو يصاحب العدو اينما كان ويبلغ عن المعلومات دي لقائد هذه الوحده او قائد التشكيل اللي بيتخذ الاجراءات ضد هذا العدو، سواء يضربه بالمدفعيه، مناوره بالقوات، بكل الوسائل القتاليه اللي معاه. اللي حصل لما القوات ارتدت، عناصر الاستطلاع ما رجعتش لان وضعها الطبيعي انها مع العدو، والعدو ما زال في سيناء، فكل عناصر الاستطلاع موجودة في سيناء. زي ما بقول دايما، كان أول شعاع نور في عتمة النكسة تراه القيادة العامة أمامها، وكان القرار الصحيح 100% أول ما لقوا الناس دي بتتصل كأنهم مسكوا خلاص، ما أنا شايف العدو أهو. فكانت الأوامر أن تستمر هذه المجموعات، بس المجموعات دي ما عندهاش القدرة أنها تقعد أكتر من أسبوع 10 أيام بالكتير، لأسباب ان ديت في مركبات قتال لها معاها وقود لمدى معين، معاهم هم اكل لمدى معين، ميه، استهلاك مش هيكفي اكتر من لو يعني هم 3 4 ايام هيقعدوا بيهم اسبوع، هيقعدوا بعشر ايام اكتر من كده لا. فلازم، وبعدين ايه، ما يصحش ابدا ان اي قائد يغفل عن العدو او معلومات العدو تتوقف للحظه. فكان القرار اللي خدته القيادة العامة وقتها بسرعة تجهيز مجموعات استطلاع جديدة بس بشكل تاني بقى، يعني المجموعة اللي جوه مثلا ممكن تبقى 20 فرد ومعهم دبابات أو مركبات مدرعة، لا ده أنا دافع مجموعة عبارة عن 2 ل3 فرد
بجهاز لاسلكي بمواصفات عالية جدا، معهم أجهزة أكثر دقة وأكثر كفاءة، إنما هم هيشتغلوا بقى إيه؟ أفراد صغيرين، ومع التنسيق مع بدو سينا يشتغلوا معهم كأدلاء، يوفروا لهم الأكل، يوفروا لهم وهكذا. وبدأ على طول إن إيه؟ ندفع المجموعات دي ونسحب اللي موجود في سينا. استمر هذا العمل لمدة سنوات ستة كاملة، من يونيو 67 لحد أكتوبر 73 وما بعدها. يعني هذه المجموعات زي ما بقول لم يخلو جبل في شبه جزيرة سيناء من مجموعة استطلاع خلف خطوط لمدة الست سنوات اللي قبل الحرب. الكامن أجمل وأعظم من كده كمان أن رحمة الله عليه الزعيم جمال عبد الناصر كان حريص أنه يلتقي قادة المجموعات دي لما يرجعوا ويقابلهم فين؟ مش في مكتبه، ده زي دلوقتي كده في بيته بعد ما يخلص الناس دي تروح وتقعد معاهم ويقعد يحسوا انهم قاعدين قاعده ابويه. ده ما عندكش فكره، دي كانت بترفع مع... كنا بنتخانق من عشان نرجع، عايزين نرجع نقعد مع نشوف عبد الناصر طبعا، واخد بالك؟ فمن هنا ادي ايه؟ ان احنا لم نفقد اراده القتال، ده من اول يوم الناس دي استمرت وقاعده، يعني قاعده هنا يعني في حرب. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى شوف رد الفعل بتاع القوات. صحيح القيادة بدأت تغير بعد عودة عبد الناصر يوم 9، ودي قصة نحكيها 9 و10 يونيو بعدين. بدأ على الفور الناس ايه زي بنقول تلملم جراحها وتتنظم تواجدها بقى، دفاع في خطوط دفاعية او تأمين القناة عشان نبني القوات قادرة على القتال مرة اخرى. نجد ايه عندك مثلا يوم 1 يوليو، ده ما عداش اسبوعين اهو او 3 على الجيش ما انسحب، كان فضلت بور فؤاد لم يحتلها العدو الاسرائيلي، فقال لك طب ناخدها بالمره، فراح دافع على سريه دبابات عشان تحتلها، فصيله صعقه واجهتها، فصيله صعقه بالاربجيهات كده، دمروا نص الدبابات والباقي رجع. حاول العدو مرتين ثلاثه وفي الاخر بقيت بور فؤاد حرة مستقلة لم تطأها أقدام العدو أبدا لحد ما إيه ما رجعنا سينا كلها. آدي يوم 1 يوليو. طيب اتغير بقى قوات الجوية، خلي بالك كان طيران اتدمر، اتعين قائد قوات جوية جديد الله يرحمه الفريق مذكور أبو العز، الراجل ده كان محافظ أسوان، راح جايبينه من المحافظة، تعالى سيادة المحافظ امسك، كان في لخبطة، راجل ضابط محترم، ضابط قائد مقاتل باللي موجود، لملم القوات دي يوم 14 و15 يوليو، ده ما فيش شهر اهو. الطيارات اللي عنده اللي لملمها وصلحها راح داخل عامل بيها هجمتين على القوات الاسرائيليه اللي موجوده في سيناء. ده جيش أكبر. ده جيش مهزوم ومتدمر وطيران خلصان على الارض. ادي الروح اللي كانت اعظم واحلى بقى كمان يوم 21 اكتوبر من نفس السنه 67 اكبر مدمره، المدمره ايلات اللي جايه بقى ايه استعراض عضلات بقى وغلبناكوا وضربناكوا، ويعني انت عارف ماشيه بقى ايه قدام بورسعيد كده، جت مخطر قدام بورسعيد. اهلا وسهلا، طلع لها لانشين صواريخ جابوها قاع البحر المتوسط، وباخلاق الفرسان الصليب الاحمر يا جماعه انتوا خلاص غرقتوهم، سيبوهم يجيبوا بقى القتله والبتوع بتوعهم، وقفوا تحت حمايه تحت حمايه اللانشات الصواريخ بتاعت انزل لم القتله بتوعك وخدهم وارجع، لان ده كان في المياه الاقليميه بتاعت، اقعد اهو لم وارجع. هل هو ده عايز تقول لي ده جيش اتدمر وانسحب؟ هو هناك قرار خطا بالانسحاب، دفعنا ثمنه ان مفيش حاجه اسمها ارتداد بالمنظر ده، لكن ما الأيام التي تلت ذلك لا. اللي سيادتك قلته يا فندم جملة فيهم بالنسبة لي ذات وقع مذهل، احنا جيش ما تهزمش، احنا ما دخلناش الحرب علشان نتهزم، ده حقيقي، لأنه أنا اتولدت سنة 75، فالجيل بتاعي هقدر أقول اتحقنا جملة هزيمة 67، اتهزمنا في 67، الجيش اتهزم في 67. الجملة حضرتك قلتها جملة ذات دلالة مهمة جدا،
ومدلل عليها باليقين، انا ما حاربتش عشان اتهزم، المهزوم هو اللي حارب، انا لسه ما حاربتش، ده انا اتسحبت قبل ما ابدا. ده حقيقي. اقول لك حاجه تانيه عشان بس نشوف اللي بيحصل في سيناء دلوقتي ونعرف قد ايه كان هناك حالة من الايه، مش عايز اقول التغييب او الخطأ او لكن المهم ايه، ان تصل متأخرا افضل من الا تصل. اقصد سينا تحديدا، ربنا خلق شبه جزيرة سينا دي في ثلاث مصفوفات جبلية، حائط الشرق لسينا على الحدود على طول، حائط الاوسط، الحائط الايه الغرب لسينا، بأي قدر من قوات تتمسك بحائط من دول اللي يفوت يموت. انت تقول لي ما احنا سبناها ازاي في 56 صدرت امر بانسحاب، ولو نكت صح، لان انت فوجئت الاسرائيليين هاجموا يوم 29 اكتوبر 56 وواجهناهم بمنتهى الشراسة، وده كلام شارون اللي كان قائد القوى اللي هجمت. يوم 30 اكتوبر الانذار الانجليزي الفرنسي بيقول لك المصريين ينسحبوا، يسيبوا سيناء وينسحبوا الى الخط 10 كيلو متر غرب قناه السويس، واسرائيل تنسحب فين؟ الى الخط 10 كيلو متر شرق قناه السويس، لكي تقوم القوات الفرنسيه والانجليزيه بتامين باحتلال ضفتي القناه وتامين الملاحه الدوليه. رفضوا عبد الناصر يوم 30 تحتل بفر زون. ده هو ده، انت اسرائيل لسه في حدودها، ده بيقول لك اسرائيل تنسحب ازاي؟ يعني تاخد سينا كلها وتقف على مسافه 10 كيلو من القناه، والمصريين بقى يسيبوا لها سينا ويرجعوا. فانت رفضته طبيعي. طبعا. راح جاي يوم 31 اكتوبر بالظبط، والقوات الجويه الفرنسيه والانجليزيه ضربت جميع مطاراتنا، وعلى طول بدا ينزل مظلات في بورسعيد، وبدا الاسطول الانجليزي والفرنسي يخشوا على بحيره البرولوس وعلى بورسعيد. فكان لازم تسحب جيشك، لان الهدف هنا قناه السويس وكل جيشك في سينا، فانت انسحب. انما في 67 كانت مهزله، خطا لا يغتفر لمن اتخذ هذا القرار. فانا بقول اهو وبكررها، ان لو ترك الجيش المصري بدون اوامر انسحاب ما وصل العدو الاسرائيلي الى خط المضايق باي حال من الاحوال. لو اتكعبل كده في ولادنا والله ما كان هيقدر، مش كانش هيقدر يقاوم الخسائر اللي هتحصل له عشان يوصل لخط المضايق اللي هو من شرق لحد قناه السويس 70 ل 80 كيلو. دي غلطه انك سبتها. هذه المنظومه يعني تداركناها، بدأنا سينا خلاص. انت مشكله سينا دلوقتي انها مطمع على طول، انهم بيعتبروها هي دي الحل بتاع القضيه الفلسطينيه. ده الادبيات الاسرائيليه والامريكيه ان هي دي تبقى الحل. ليه؟ عشان فيها فقر سكاني وفرد فقر ديموغرافي. طيب لاول مره يجي من يقول ادي المرض وادي العلاج. كان الاول كلنا بنقول في ايه المرض، لما محدش شخص العلاج. اللي قال العلاج هو الراجل اللي موجود دلوقتي، عبد الفتاح السيسي، اللي خصص 7 مليار جنيه لاعمار سينا، اللي انهى الفصل القسري اللي بين سينا وبين الوطن الام. 6 أنفاق موجودين، بعد ما كنت تبيت ليلة عشان تعدي الناحية التانية بقيت في دقائق بتعبر. وأنا بكلم حضرتك دلوقتي بيعبر تحت قناة السويس يوميا 2 مليون متر مكعب مية عشان تروي 500,000 فدان اللي انت صلحتهم، غير الأراضي التانية اللي انت بتصلح فيها. فكنا بنقول انه احنا الحمد لله فعلا، وده بالنسبة لي شيء رائع، ان احنا الجيل اللي اتحقن بكلمة الهزيمة 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 الهزيمة. انا ما اتهزمتش لان انا ما لحقتش احارب اصلا، انا جالي امر انسحاب. وبدات العمليات زي ما حضرتك قلت كده، هو يوم 5 يونيو كنا بدانا على طول. وكان بالنسبه لي لفت للنظر جدا دور او طريقه التغيير في شكل الاستطلاع بتاع الجيش بتاعنا من المجموعات الكبيره للمجموعات الصغيره. وهنا هيخليني اسال، اذا الاستطلاع هو قد يكون اهم ركيزه بناء عليها بتبدا تتعامل بقية الأسلحة وإدارات الجيش، صح كده؟ شوف حضرتك ببساطة، أي قرار بيبنى على إيه؟ على معلومات. على معلومات. لو المعلومات كاملة يبقى القرار كامل. صح. معلومات ناقصة قرار ناقص. معلومات غلط قرار غلط. غلط. صح؟ طبعا. لو المعلومات صح يبقى قرار صح. طيب لما حضرتك تيجي تخطط، عندك أهداف جوية، أهداف هتضربها بالطيران
وتحسب هذه الأهداف بعددها، هضربها باتنين ضربة جوية في كل ضربة 220 طيارة، وتطلع ال 220 طيارة الأولانيين يدمروا 85% من أهداف الضربتين. معنى كده أن المعلومات اللي جاية عن الضربتين دول شكلهم إيه؟ صح الصح. أنا فاكر تعليق قلته زمان من حوالي 10-15 سنة، وساعتها قالوا لي أنت إزاي بتقول كده؟ قلت لهم لولا معلومات الاستطلاع ما حققت الضربة الجوية أهدافها بالشكل ده، لأن هو وهم نفسه هم طيارين داخل أهداف ما لقاش هدف مش في مكانه. طبعا واخد بال حضرتك؟ فإذا هذه المعلومات هي اللي إيه؟ مش بس الطيران راح ضربها، ولا 3000 مدفع ضربوها بين بوينت طلقة نازلة على الهدف. كل الخطة اتحطت بناء على هذه المعلومات. يعني كل العملية اللي أنا خططتها إذا كانت جرانيت أو بدر أو بأي اسم من الأسماء بتاعتها، إن أنا هعبر القناة إزاي؟ وهدمر العدو ده إزاي؟ وهرجع أرض دي إزاي؟ والخطط دي كانت كاملة وموجودة كلها، ووثائق هتظهر في الشهر في الوقت المناسب. كل هذا التخطيط بناء على معلومات في منتهى الدقة، ومعلومات جبناها شهد بيها العدو قبل الصديق. يعني موشيه ديان نفسه اللي هو كان وزير دفاع اسرائيل بيسالوه، بيقولوا انت كان كل اللي عندك، انت عندك مع الاستطلاع الامريكي والاستطلاع بتاعك او المخابرات بتاعتك عندك كل الامكانات، ازاي ومصر ما كانش عندها حاجه، ازاي هم عرفوا عنك كل المعلومات دي وانت ما قدرتش تعرف عنهم حاجه؟ فكان رده قال لك ايه؟ قال لك المصريين كانوا يمتلكوا رادارات بشريه، رادارات بشريه ترى وتحلل. وهو البشري ده ميزته ايه؟ يعني انا ممكن اعمل طياره او اعمل استطلاع للراداري او اي استطلاع يروح حاطط لي حاجه هدف هيكلي، واخد بال حضرتك؟ ويمثل لي بالعواكس اهداف، خلي الرادار يجيب لي لواء مدرعه او فرقه مدرعه، ما بيكونش في حاجه موجوده، او موقع صواريخ خش، انما صنف العين ده اللي بيخش ده، انا شكيت ان احد المواقع دخلته برجلي فككت بتاع الصاروخ اللي عاملينه هيكلي. انا وزمايلي كنا خش، مش مجرد انك بتشوف العدو من بعيد، لا خش جواه وشوف ده ايه حقيقي، وشوف الوثائق اللي جوه، وشوف في مسارينهم في احشائهم. فانت كان عندك المعلومات في منتهى الدقه، استطلاع في قلب خطوط العدو. ايوه انا بقول لك كنت قاعد في جوه المعسكر نفسه. ده انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا كلنا بنتكلم ده حقه وربنا يرحمه المرحوم ادريس اللي اخترع الكود او الشفره بتاع الكلام النوبي. في حاجه اقول لك، العبد لله بلغتنا الحمد لله رب العالمين، احد انا عملتها وربنا اكرمنا بيها. يعني انا لقيت نفسي في وسط العدو، فالمفروض ان الهوائي بتاعي اللي هرفعه ده لازم يترفع. ده نظريات اللاسلك ان احنا قاعدين بقالنا 3 سنين انا على الاقل بتعلمها واللي قبل متعلمينها. لازم ارفع الهوائي كده عن الارض على الاقل مترين، واخدين الشطلات دي نرفعه عشان نحقق اتصال، لان انا اتصل من عمق سينا 150 كيلو انا فيها، بالقاهره ادي 300 كيلو كويس. لازم ارفع الهوائي ده، ولازم الهوائي اسمه هوائي ديبول كده يترفع. فارفع ازاي والدبابه تحت مني وشايفيني وانا تقريبا جوه المعسكر؟ على طول بقول لهم تعالوا امسكوني. فرحت فارد الهوائي على حطه على الارض، ففرد ايه اللاسلك اللي معاه، عمال يقول لي ما ينفعش، وانا ايه انا خارج بره وهو متداري في حفره وفي الموقع وعمال يقول لي ما ينفعش. توتا بهنا، وبعدين انا جاي راجع عنده فلقيت الهواء اللي انا حطه على الارض لونه سلك لونه اسود كده، لو اي حد بص كده هيشوفه خلاص كشف. رحت راجع رادي من البتاع بالايه؟ الرزلط والرمل، وغطوا التراب خالص، مغطى عشان ما يبانش. ما ايه؟ طب وهيقدر يلتقط اشاره ويبقى؟ راح عادل سمره الراجل بتاع ولد من العيال بتوع الاشاره اللي كده. ايوه. فراح عادل ايه اللي عمال يقول لي لا ما ينفعش ما ينفعش، فلما انا غطيته قال لي كمان، وراح لطم على وشي كده، قال لي مش هينفع. قلت له طب بس توكل على الله. قال لي يا فندم الجهاز معاك اهو. ابتديت انا اللي اخش اولف له الجهاز واجيب. قلت له ارسل. يعني بتصل بالبرق اللاسلكي، بيبعت 5 على 5 يعني 100% الاتصال، 100% 100%. تخيل
واشاره وردت ما كناش مصدقين. فادي الهواء المدفون ده لم يكن حد بيعملها خالص فيك يا مصر. وطلعت في النهايه نظريه، ولا في مصر ولا بره مصر، ولا في مصر ولا بره مصر، ما حدش طبقها. اهو الحمد لله عملناها، ولا جبنا شفره ولا جبنا حاجه وعادي واشتغلنا وخلاص. معظمنا كان بيشتغل عليها دلوقتي، الهواء الاندر جراوند اتنا ده الهواء المدفون. ادي اختراع او اكتشاف. انا بقول اقول اكتشاف، انا ما اخترعتش، انما انا قلت كده وتوكلت على الله ما استطعت. اهو ما قدامنيش حاجه تاني يا رب، ما انا مش والله كده يا رب انا مش قادر ارفع الهواء هتمسك، وما اقدرش اسيب المعلومات دي ما بلغش عنها. فيسر لي بقى الاتصال، رحت دفن الهوائي ومتصل، وما النصر الا من عند الله. حققت الاتصال بنسبه 100%. وبعد كده بقت خلاص الكل دلوقتي بيعمل العمليه دي، والجدع يكشف يكشف الهواء بتاعنا. ادي ايه، ما دي ايه، بنقول ايه، ما استطعت. اعمل اللي تقدر عليه وسيب ربنا بقى، هو اللي هيوفقك. فين بعد كده عرفت بعد الحرب ما انتهت بكام سنه بالصدفه ان في حاجه اسمها الاندر جراوند اتنا، بس ما كانش حد بيطبقه ولا تدرس عندنا نهائي، انما موجود في يمكن في كام في انجلترا في امريكا، ما تطبقش عندنا، وهم بيعملوه بامكانيات تانية مش الاجهزه بتاعتنا. انما لما عملناه عندنا الحمد لله. ففي في ناس كتير طبقت حاجات ما حدش حس بيها، واخد بال حضرتك. فمش عايز اتكلم عن التجربه الذاتيه بتاعنا ازاي قعدنا 180 يوم بنشرب 20 سنت ماء في اليوم، او ونقعد بالاسبوع بدون اكل نهائي، وبالثلاث ايام من غير ماء، وهكذا. طب كل ده بنشتغل ازاي نقدر نواصل يعني لقمه علشان افضل واقف على حالي؟ قدرات اللي ربنا اداها لنا، قدرات تفوق انت شوف، وانت دخلت بتقول يا رب. انا بقول لك اهو ليه احنا لن نهزم تاني، وده كلام انا بقوله بثقتي في الله سبحانه وتعالى، لن نهزم مره تانيه ابدا، لان احنا جربنا. واحنا كنا اقوى من اسرائيل؟ هات لي واحد يقول ان احنا كنا اقوى من هو اسرائيل. هو كان عنده سلاح اكثر تفوقا من التكنولوجيا كان عنده بتاعته اعلى. اولا في الكم هو يفوق عليا، في الكم، في الكيف يفوق عليا، في الكيف كويس يفوق علي كل القدرات القتاليه المصريه. شوف انا عندي حاجه اسمها التوازن الاستراتيجي. اي جيش في العالم عايز يخش بيعمل توازن استراتيجي. رقم واحد في توازن بنياني، اللي هو بحسب زي بقول الهاردوير كده، هو عنده ايه انا عندي ايه، جثث كده، عنده كام دبابه انا عندي كام عنده كام طياره، عنده كام فرقه انا عندي كام فرقه، هو كان متفوق علينا في دي كويس. ماشي طيب، مش كده وبس، توازن سلوكي، علاقتك بمين. طب هو توازن سلوكي مع امريكا بتدي له من الابره للصاروخ وبتقول لك امن اسرائيل هو امن امريكا، مش كده؟ صح. طب انا مين اللي كان بيديني؟ عملت توازن سلوكي مع اشقائنا العرب، 8 دول كانوا بيدونا حاجات، حتى تواجد رمزي ماشي مش كويس مش وحش، بس مش زي الجسر الامريكي طبعا، وروسيا ما عملتليش زي امريكا، فدي حتى كسبان فيه. في الحته بقى اللي بتاع ربنا بقى دي، التوازن القيمي اللي هو الاراده. لا، لما احط الاراده المصريه قدام الاراده الاسرائيليه، اسف، الاراده المصريه بو طفت في السماء، طبت بالميزان كله بتاعي، لان انا دخلت وانا عارف عنده خط بارليف اعظم مانع في التاريخ، ما اتعملش خط زيه في التاريخ ابدا، واشك انه يتعمل حاجه زيه بالمهاره وبالدقه دي. انت ما في 6 ساعات كان تحت رجليك قاعد يبني فيه 6 سنين وعمل فيه، قال لك احنا المصريين يعني احنا سابقينهم في الخط ده ب50 سنة تكنولوجيا وهنحافظ على الفاصل. بعد 6 ساعات كان تحت رجلين جنودنا، عايز اكتر من كده؟ وهم ما هو ده اللي خلى اسرائيل الدنيا اتغيرت. هو لولا امريكا لحقته كان قدر يكمل؟ ولا الهوى، مش كانوا بيقول لك من يوم 8 ويوم 9 جولدا مير قالت لهم جهزوا الصواريخ اريحه بالرؤوس النوويه، او حتى بعد انتهاء، لانه حاسس انه قدامك مش قادر. السادات رحمه الله عليه من يوم 16 قال لك انا بحارب امريكا، انا من يوم 16 بحارب امريكا، وامريكا بتقول لك عايز ارضك ترجع بالسلام، انما لو حاربته تاني عايز تدمره انا اللي هقفلك. خلاص طب ارض هترجع؟ هترجع اتفضل. ورجعت الارض. ما هي دي، ما هي دي الايه، الدبلوماسيه مع الـ مع الـ مع العسكريه، الاثنين بايدك وبلسانك. صح. هو قال لك خلاص انا سلمت هرجع لك ارضك، طب حاضر رجع، راح مرجعها، بس حققت اللي انا عايزه. ده قدود يا فندم. سيادة اللواء، يعني أولا أنا عايز أشكر حضرتك جدا على وجودك النهاردة،
اتنين انا فعلا ليا عظيم الشرف العفو. والله العظيم الف 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 شكر على كل حاجة، على كل حاجة، على كل حاجة من قبل ما انا اتولد، وعلى كل حاجة لحد هذه اللحظة. ربنا يبارك فيكم، الف شكر يا فندم، وتحافظوا على اللي عملوه اللي قبليكم باذن الله بدمنا احنا كمان والله وبرقبتنا. شكرا ليك يا سيادة اللواء. العفو. انا هقول لكم على حاجة بسيطة كده قبل او احنا بنختم، يعني كلنا دون استثناء اكيد بنقعد نشوف الافلام بتاعه الملاحم الاغريقيه دي، يعني يقول لك سنتروي مش عارف في حاجات زي كده، وكويس لطيف. وانت بتتفرج كلنا اي حد اي نفس بشريه عاديه بتبقى قاعد مبهور بفكره الملحمه والمقاتل القوي والقلب الصلب وكل الكلام ده، وتبقى قاعد عندك حاله انبهار، وبعدين تنام بالليل تحلم ان انت بطل هذه الملحمه. احنا عندنا في مصر هو ده الواقع، لازم تبقى شايف كده، ده بأمانة شديدة وبواقعية. احنا عندنا في مصر ناس حاربت اسمهم المقاتلين المصريين، الجيش المصري، جنوده وظباطه، بسلاح أقل تكنولوجيا، أقل في العدد. كسبوا ازاي؟ هي قدرة ربنا وقلب الناس دي. أنا بكلمك بأمانة، أنت بتتكلم على جيش كله، مش واحد ولا اتنين ولا عشرة في الأساطير الإغريقية، خد بالك، يعني انت بتتكلم على جيش كله أبطال حقيقيين مش أبطال الأساطير. بص على جيشك بالطريقة دي. كل الشكر لسيادة اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأحد أبطالنا في هذه الحرب وفي هذه الملحمة الكبرى. خلصت الحلقة، كريم رمزي زمانه داخل دلوقتي برنامجه رقم 10، لو كان لنا العمر معاكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.